أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في مواسم الحج على قبائل العرب. أخرج أبو نعيم أيضا في الدلائل عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري قال: لما اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا عمي، إن الله عز وجل ناصر دينه بقوم يهون عليهم رغم قريش، يعني إذلالهم وقهرهم على كره يهون عليهم رغم قريش عزا في ذات الله تعالى، أي غلبة وقهرا في ذات الله تعالى. أمضي بي إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤووني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. قال: فقال العباس: يا ابن أخي، امضي إلى عكاظ فأنا ماض معك، ما كانش أسلم لسه، حتى أدلك على منازل الأحياء. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقيف، ثم استقر القبائل في سنته. استقر القبائل يعني تتبعها، يخرج من قبيلة يدخل إلى أخرى. نعم. فلما كان العام المقبل، وذلك حين أمر الله تعالى أن يعلن الدعاء يعني الجهر بالدعوة، لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين أسعد بن زرارة وأبو الهيثم ابن التيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارثة وعبادة بن الصامت، دول أول ستة من الأنصار. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى عند جمرة العقبة ليلا، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله. فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحي إليه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخر السورة. فرق القوم وأخبتوا، يعني خضعوا وتواضعوا لما سمعوا كلام الله، حين سمعوا وأجابوه. فمر العباس بن عبد المطلب وهو يكلمهم ويكلمونه، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن أخي، من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا عمي، سكان يثرب الأوس والخزرج، قد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء، فأجابوني وصدقوني وذكروا أنهم يخرجونني إلى بلادهم. فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته، هو عايز يطمئن عليه، فنزل بقى يشوف إيه الموضوع، يعني دول خلاص ادوله العهد والبيعة، فبنشوف دول إيه حكايته وهو لسه لم يسلم. ثم قال لهم: يا معشر الأوس والخزرج، هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلي، فإن كنتم صدقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم، فإني أريد أن آخذ عليكم موثقا تطمئن به نفسي، ولا تخذلوه ولا تغروه، يعني لا تخدعوه، يعني ولا تغروه، يعني لا تخدعوه، فإن جيرانكم اليهود، واليهود له عدو، اليهود أعداؤه، ولا آمنوا مكرهم عليه. فقال أسعد بن زرارة، وشق عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا وأصحابه، قال: يا رسول الله، إذن لنا فلنجبه غير مخشنين، يعني هنكلمه بلين، يعني غير مخشنين بصدرك ولا متعرضين لشيء مما تكرهه إلا تصديقا لإجابتنا إياك وإيمانا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه غير متهمين،
يعني ما يكونش في الكلام تهمة له أو شيء. فقال أسعد بن زرارة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا رسول الله، إن لكل دعوة سبيلا، إن لين وإن شدة، وقد دعوت اليوم إلى دعوة متجهمة للناس، متوعرة عليهم، يعني صعبة شديدة متعسرة، دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب والبعيد، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد أن يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبه، وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا وأيدينا إيمانا بما جئت به وتصديقا بمعرفة ثبتت في قلوبنا، نبايعك على ذلك ونبايع ربنا وربك، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون دمك وأيدينا دون يدك، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، فإن نفي بذلك فلله نفي، وإن نغدر فبالله نغدر، ونحن به أشقياء، هذا الصدق منا يا رسول الله، والله المستعان. ثم أقبل على العباس ابن عبد المطلب بوجهه فقال: وأما أنت أيها المتعرض لنا بالقول دون النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ما أردت بذلك، ذكرت أنه ابن أخيك وأحب الناس إليك، فنحن قد قطعنا القريب إلينا والبعيد وذر الرحم، ونشهد أنه رسول الله، الله أرسله من عنده، ليس بكذاب، وأن ما جاء به لا يشبه كلام البشر، وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا فهذه خصلة لا نردها على أحد أرادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ ما شئت. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت، فذكر الحديث بطوله في بيعته، يعني في رجولة، رجالة في الكلام، صدق، استعدادات عالية جدا، في تفاني، قمة التفاني، الأنصار قدموا قمة التفاني. وستأتي أحاديث البيعة في البيعة على النصرة، وأحاديث الباب في باب النصرة ابتداء أمر الأنصار إن شاء الله تعالى، يعني في باب كامل اسمه باب النصرة وأمر الأنصار ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في السوق، عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في سوق ذي المجاز. أخرج أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، بل هو عمه، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب، يعني نشوف شدة الأذى. أخرجه البياقي بنحوه كذا في البداية. وقال الهيثمي: رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار بأسانيد، وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرجال. وعزاه الحافظ في الفتح إلى البيهقي وأحمد وقال: صححه ابن حبان، انتهى. قال الهيثمي: وفي رواية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو يتبعه، يعني النبي عايز يدعو بدون ما حد يشوشر عليه،
ولكن أبو لهب مصر يفسد اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعمله. طبعا الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره المشركون، ومتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. وفي رواية: والناس منقصفون عليه. ومعنى منقصفون يعني متتابعون ومتزاحمون. فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد تقدم له طريق في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على القبائل. وأخرج الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: إني بسوقي ذي المجاز إذ مر رجل شاب عليه حلة من برد أحمر وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه، اللي هو الوتر الغليظ اللي في العقب، يعني فوق عقب الرجل. نعم، يعني ضرب قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمى قدميه الشريفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. قد أدمى عرقوبيه وساقيه يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه. يعني مش بس بيشوشر عليه ويصد الناس عن اتباعه، بل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفه بالحجارة. فقلت: من هذا؟ قال: غلام بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمه عبد العزة. فذكر الحديث. قال الهيثمي: وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يلتفت للرد عليه، فقط يدعو ولا يلتفت للرد على المعارض. قلت: إنعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر صلى الله عليه وسلم، يعني طويل الشعر يعني موفور. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أخرجه البياقي أيضا بمعناه، إلا أنه لم يذكر نعته صلى الله عليه وسلم كما في البداية. وقال: كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يتناوبان على إذائه وآذائه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في سوق عكاظ في عرضه الدعوة على القبائل. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على عشيرته الأقربين، ما قاله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وصفية رضي الله عنهما وغيرهما من عشيرته الأقربين. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انفرد بإخراجه مسلم. يعني إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام تعب وأوذي إيذاء شديدا في إيصال دعوة الحق إلى الناس، وصبر صبر عجيب، يعني ما يتحمل أحد من الناس هذا، يعني تكذيب من أقرب الناس وإصرار على التكذيب. يعني هو يدعو وخلفه مرة أبو جهل ومرة أبو لهب يتناوبان عليه، ويكذب في المجامع ويقذف بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. فكم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل هذا الدين إلى المسلمين وإلى ما نحن فيه الآن.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.